كيف ومتى أصبح إيفرست أعلى جبل في العالم؟ تلعب الجبال دورا بالغ الأهمية في البيئة، إذ تهيئ تضاريسها الفريدة الظروف الملائمة لنمو مختلف أشكال الحياة، وتحتضن الجبال نصف أهم مناطق التنوع البيولوجي في العالم، وتدعم حوالي ربع التنوع البيولوجي على وجه البسيطة. يعد إيفرست جزءا من سلسلة جبال الهيمالايا التي تقع في الحافة الجنوبية من هضبة التبت الصينية، ويتراوح ارتفاع هضبة التبت بين 4 و5 كيلومترات على مستوى سطح البحر. أشارت دراسة نشرت في دورية ناشيونال ساينس ريفيو إلى أن هضبة التبت تكونت إثر تصادم أجزاء عديدة من قارة جندوانا العملاقة مع أجزاء من قارة آسيا، مما أدى إلى زيادة كثافة القشرة الأرضية وظهور هضبة التبت. منذ متى عد إيفرست أطول جبل؟ أشارت دراسة نشرت في دورية ساينس ليترز إيرث أند بلينيتري إلى أن بعض الأجزاء من هضبة التبت، منها جبال غانغديز جنوبي الهضبة، كان ارتفاعها يفوق 3.5 كيلومترات قبل 26 مليون عام. قد عثر الجيولوجيون جنوب جبال غانغديز، حيث أعلى القمم في العالم، على رواسب عمرها 35 مليون عام من مياه ضحلة على بعد عشرات الكيلومترات من جبل إيفرست. وهذا يدل على أن الجزء الذي يضم إيفرست من جبال الهيمالايا كان في مستوى سطح البحر آنذاك، وقد ارتفع أكثر من 80 كيلومترات على مدى 30 مليون عام. يبلغ طول جبل إيفرست 8848 مترا، وذلك بحسب آخر قياس لسنة 2020، وبموجب اتفاق بين السلطات النيبالية والصينية على ضم الجليد على قمة الجبل إلى ارتفاعه الإجمالي. كيف تتكون الجبال؟ تكونت أعظم الأحزمة الجبلية في العالم الوقت الراهن إثر تصادم قشرتين قاريتين في الطبقة الصخرية الخارجية للأرض أو الليتوسفير. فعندما تتصادم قشرتان أرضيتان تتجعدان وتتداخل شرائح من القشرة الصخرية مع بعضها وتنثني، وهذا يؤدي إلى ظهور الجبال الشاهقة التي تظل تتغير وترتفع ما دامت عمليات التصادم متواصلة. وبعدها تتعرض الجبال لعمليات التعرية التي تشكل ملامحها الطبوغرافية، فإن التغيرات في درجات الحرارة والرياح والأمطار تتسبب في تآكل الصخور وتفتيتها ونقلها من مكان لآخر. والعجيب أن عمليات التعرية هي المسؤولة عن ارتفاع الجبال مع مرور الوقت، فكلما زادت عمليات التعرية تضغط القشرة الأرضية الصلبة أو طبقة الليتوسفير على الوشاح الأرضي الأقل كثافة، وتصعد الصخور المدفونة في باطن الأرض إلى أعلى لتعويض النقص في ارتفاع الجبال بموجب نظرية توازن القشرة الأرضية. إلى متى سيظل إيفرست الأطول؟ من المستبعد أن ينتزع أي جبل مكانة جبل إيفرست الأطول في العالم بالمستقبل المنظور، فقد تشكلت سلسلة جبال الهيمالايا التي تضم جبل إيفرست بفعل تصادم قارتين كبيرتين تتألفان من صخور منخفضة الكثافة، ومن ثم كانتا مستقرتين عند ارتفاع أعلى من القشرة المحيطية. ربما تتكون في المستقبل البعيد حدود متقاربة أخرى حيث تلتقي صفيحتان تكتونيتان ويدفع بعضها البعض في مكان ما في العالم، وتزول عندئذ القوى التي أدت إلى ظهور جبال الهيمالايا، وربما تنهار حينها هذه الجبال وتتآكل لتصير مثل جبال أبالاتشيا بأمريكا الشمالية التي كانت حزاما جبليا نشطا في الفترة ما بين 325 إلى 260 مليون عام مضى.